السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم مصطفى من قناه مستر بوم تك. في البدايه كده انا حابب اتكلم على الفيديو اللي فات عن الاستراتيجيه. الفيديو اللي فات الناس كتير بتقول انها اتقفلت. لا، الاستراتيجيه ما اتقفلتش. الاستراتيجيه هي بعض الحاجات كده ممكن تكون بتعلق فيها، ولكن الاستراتيجيه ما اتقفلتش. بعض الناس اللي الاستراتيجيه عندهم اكونتاتهم اتقفلت، صدقني انا ما اعرفش ان الفيديو ده هيوصل لعدد من الناس اللي هو 740 تقريبا فيوز، منهم ناس كتير جدا استخدمت الاستراتيجيه. فانا ما اعرفش ان فعلا الناس دي كلها ممكن تستخدم الاستراتيجيه دي، عشان كده ممكن بعض الناس اكونتاتهم تتقفل. تمام، زي استراتيجيه سي بي ام لينك اللي هو الفيديو ده، برده ما توقعتش ان كل الناس دي توصل، ان الناس توصل لها يعني الاستراتيجيه بالشكل ده، وبرده بعض الناس اكونتاتهم اتقفلت في السي بي ام لينك. تمام، فانا بعد كده ان شاء الله هخلي بالي ان الاستراتيجيه بتاعتي انها تكون ما بتتقفلش تقريبا، او يكون ثغرتها انها تتقفل تكون بسيطه. تمام، فانا اسف جدا الناس اللي اكونتاتها اتقفلت في الاستراتيجيه اللي فاتت. زاد حابب اتكلم عن الناس اللي بتقول ان انا سرقت الاستراتيجيه، او الناس المغاربه اللي تقريبا كل الشعب المغربي اللي عندي على القناه تقريبا دخل قال ان انا سارق الاستراتيجيه. لا يا جماعه، انا مش سارق الاستراتيجيه ولا حاجه، هي عباره عن سوء تفاهم بيني وبين اللي اداني الاستراتيجيه دي. هو اداها لي على اساس هو فعلا هو واخدها من قناه اعرف اكتر، فعلا دي حاجه حقيقيه، هو فعلا واخدها من قناه اعرف اكتر، ولكن انا ما اعرفش ان هو خدها من قناه ثانيه. وثانيا انا مغير فيها الاستراتيجيه اكتر من حاجه، انا اصلا ما شفتش الفيديو، ولكن هو قال لي ان انا مغير فيها اكتر من حاجه. ولكن انا هجيب لك المحادثه نفسها، انا كنت عاملها لونج سكرين وبالتفصيل، وحتى المحادثه بتاريخ الاربع اللي فات. تمام، ثانيا هنعمل بس تقريب المحادثه بتاريخ الاربع اللي فات عشان بس نخلص الموضوع ده بسرعه عشان ما حدش يتكلم فيه كتير. وانا هنا بيقول لي اخي، بقول له نعم، هنا انا بوريك هنا المحادثه يوم الاربعاء وينزداي الساعه 10. انت تعرف اليكس ستيرلينج؟ قلت له اكيد، انا اول ما شرحت القناه القديمه للناس اللي عارفه قناتي القديمه، هناك طريق الجلب عدل النهائي من الزوار بيه باستعمال بافن، كل مره تكون عامل حساب جديد بايميل كما تريد، هو لا يفرض تفعيل ايميل. قلت له ايوه صحيح مظبوط، تكون بعمل حسابات كثيره. قلت له فهمت انا الموضوع كده كله، انا فهمته خلاص بتطبيق بافن، وكالعاده تمسح البيانات. هو هنا بيكمل، قلت له تمام، انت جلبت لي افكار كثيره، يعني كل ده انا ما اعرفش الاستراتيجيه دي اتشرحت قبل كده. تمام، بان كل مره ومره بيقول لي هنا، بيوريني اثبات يعني ان الطريقه معاه شغاله. تمام، وفعلا الطريقه معايا شغاله. تمام، ومعايا شغاله تمام لحد دلوقتي. بيقول لي هنا هذا بأليكس ستيرلينج لما اشتغل النصف ساعه اليوم. هنا بيقول لي اين ذهبت اللي انا اتاخرت عليه في الرد. فاقول له اشتغلت ازاي أليكس ستيرلينج بعد ما جلبت النقط وضعت الرابط وخلاص؟ قال لي نعم. قال لي، قلت له انا هنا هكذا يمكن ربح الكثير اذا عملنا يوميا. قال لي نعم، ولكن ارجوك اعطي لي المواقع اللي تعمل بترافيك. قلت له كلمة ستار هنا، وهو يقصد مواقع اللي تعمل بترافيك اللي هو اللي فيها موبايل ريدايركت لينك، بحيث ان هو يقدر يرسل ليهم ترافيك من اليكسا سيرفنج. اعتقد ان انا هنا وضحت كل حاجه في السكرين دي، ان كل حاجه هنا واضحه بالتمام، وان الاستراتيجيه دي انا واخدها من صاحب الاكونت ده، ويعني انا ماليش ذنب ان هي الاستراتيجيه كانت لحد تاني. تمام، فانا اسف جدا لو كنت اعرف اكتر صاحبه الاستراتيجيه الحقيقيه. وانتهى كده الموضوع ده، ويا ريت ما نفتحوش مره تانية. دلوقتي احنا هنتكلم على استراتيجيه النهارده والاستراتيجيه الخارقه. انا سميتها بالاستراتيجيه الخارقه لانك ممكن تستخدمها في اكتر من حاجه. اولا انت هنا ممكن تستخدمها في انك تقلل ترتيب اليكسا بشكل كبير جدا، لان الزوار اللي هيزوروك هم تقريبا زوار حقيقيين من اي بي هات مختلفه، يعني زائر فريد حقيقي، زائر فريد حقيقي. ده هيقلل من يعني ترتيب اليكسا الخاص بيك بشكل كبير جدا لو في وقت قليل جدا، لانك مثلا في اليوم هتجيب 10,000 زائر، 5,000 زائر يوميا، في 3 4 ساعات هتكون جبت 5,000 زائر فريد. تخيل يعني ايه 5,000 زائر فريد؟ يعني السي بي ام عالي، كل حاجه عاليه تقريبا، مفيش حد يقفشك، مفيش حد يقول لك ان الاستراتيجيه دي بايظه او غلط او اي حاجه. لا، الاستراتيجيه تمام تمام تمام. اتمنى ما يكونش يحصل لها حاجه بعد ما اشرحها في القناه، بعد ما تشوف الفيديو ده اتمنى ما يحصلهاش حاجه، لان الاستراتيجيه دي بستخدمها في اكتر من حاجه، فاتمنى ما تتقفلش في اي موقع من المواقع. يعني اتمنى انتوا تبدعوا يا جماعه وتستخدموها في اكتر من موقع، بلاش من نعمل استخدامها في موقع واحد، لان الموضوع بيبقى صعب جدا، والموقع يعني اكيد بيقفل يعني، وبيحاول يقفل اكونتات الناس اللي بتعمل الحركه دي. فاتمنى ما يعني ما توضحوش المواقع ان انتوا بتسرقوهم تقريبا او بتتحايلوا عليهم. تمام، فالاستراتيجيه دي اتمنى استخدموها في اكتر من موقع زي ما قلت، وبتمنى ما تكرروهاش كتير، يعني يوم او يومين، كل يومين كده 5,000 زائر او 2,000 او 3,000 زائر. تمام، او 1,000 زائر يوميا على الاقل. حلو قوي، ونبدا على طول في الشغل. اول حاجه هنا تخش على بوب ستيت. انا بشرح على بوب ستيت كتجربه يعني كمثال. تمام، اي موقع ممكن ينفع عليه، حتى انت ممكن تحط المدونه بتاعتك وتقلل ترتيب اليكسا وتشوف اعلانات ادسنس كمان، ولكن بس يعني بلاش ادسنس، يعني لو حاجه ثانيه ماشي بس بلاش ادسنس. تمام، عشان ما فيش حد اكونت يتقفل ولا حاجه، اصل ادسنس يعني من شركه جوجل، وجوجل الموضوع بيبقى
سهل عليهم قوي ان هم يقفشوا الحاجات دي. هتعمل سيف في الفايل ده زي ما عملنا في الفيديو اللي فات، تمام، انا عامل له سيف قبل كده، وترجع تعمل اوبن للفايل. تمام خلاص، نخش نعمل اوبن على طول هنا من على النوت باد بلس بلس. هتاخد اللينك ده، هترجع طبعا كده في الاخر خالص اللي هو هنا في الاخر خالص، وتاخد اللينك ده وتختصره هنا في ال OW.ly بتاع اخفاء المصدر. هتختصره بالشكل العادي خالص وتاخده كوبي وتنقله على الموبايل. تمام، بعد ما تنقله على الموبايل تيجي على طول على الموبايل عشان نشوف الطريقة. ولكن احنا هنا هنرجع، طبعا انا واخد الرابط قبل كده. تمام، هنا بقى مش هيقول لك انت محتاج تعيد الرابط 3 مرات، وكل 3 مرات لازم تعمل رابط جديد ولا الهوا. انت هتقعد كده يا باشا حاطط رجل على رجل والموبايل هيجيب لك فلوس لوحده. تمام، هنرجع هنا بس هنا ماي يونيك ترافيك النهارده اصفار اهو. تمام، الساعه لسه 12 اهي والنهارده اصفار. طبعا انا هنقل قبل كده رابط على الموبايل، فهنيجي على طول على الموبايل عشان نبدا التسجيل على طول. ورجعت لكم مره تانيه. في البدايه كده هنستخدم 3 تطبيقات، اولا ريبيت تاتش وبافن وكويك تاتش. كويك تاتش ده مش ممكن نستخدمه على كل الاجهزه، ولكن الافضل انك تقلد الاستراتيجيه بالظبط. اولا تطبيق بافن، احنا طبعا ده اللي هنعمل بيه الاستراتيجيه كلها. اولا تعمل مسح البيانات في تطبيق بافن مباشره. تمام، تعمل موافق. انا بشرح بسرعه بس عشان في حاجات كتيره جدا لسه هنعملها. هتعمل بافن، تمام، وهتعمل نكست 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 وموبايل سايت. انا كنت عامل الرابط ده كوبي قبل كده، هتعمل اللاصق هنا وتعمل الذهاب. اسف مره تانية، معلش، هنشيله ونعمل الذهاب او جو على حسب. ده الاعلان يا جماعه للناس المفروض هتشوفه. تمام، خرجنا كده من الاعلان، كده ده الاعلان. تمام، يعني بس بوريك شكلها. احنا الاستراتيجيه بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على اعاده حركه الشاشه. يعني ايه اعاده حركه الشاشه؟ اعاده حركه الشاشه بحيث ان الشاشه بتاعتك تقعد تعيد نفسها بنفسها. تمام، بتهيألي نفهم الموضوع ده افضل في اما نشتغل على التطبيق نفسه. هنبدا ريبيت تاتش، معلش على اي لخبطه هتحصل، ولكن الاستراتيجيه واضحه جدا وهتفهموها ببساطه جدا. تعمل هنا ستارت مره تانية، او يمكن انا ما قلتش تقريبا. التطبيق ده عايز روت، عايز روت، تطبيق عايز روت. انا اسف جدا لان ما قلتش في اول الفيديو، ولكن تقريبا اتلخبطت يعني ونسيت. فالتطبيق ده عايز روت، يعني اتاكد ان تليفونك فيه روت قبل ما تعمل اي حاجه في التطبيق. هنبدا على طول كده، هنعمل العلامه الحمراء دي عشان نبدا نسجل الشاشه ونشوف ايه اللي هيحصل. دلوقتي بافن لسه ما عملناش مسح البيانات، ركز قوي في النقطه دي، ما عملناش مسح البيانات في بافن. هتعمل هنا العلامه الحمراء، تطبيقات، بافن، تجيب معلومات تطبيقات، تعمل مسح للبيانات وتعمل موافق، وترجع عند النقطه السوداء وتعمل هوم، ترجع تاني على بافن. تمام، ركزوا معايا، تعمل نيكست 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 موبايل سايت، تعمل هنا بيست، بعد كده تعمل الذهاب. تمام، تستنى لما الاعلان يظهر، هو ده الاعلان، تعمل هوم وترجع على الهوم وتعمل ستوب. تمام كده شباب، الدنيا كده تمام معاكو؟ تمام، تعمل هنا دي بقى كده، تضغط عليها ضغطة مطولة. هنا بيقول لك انت عاوز الرقم اللي يعمله، يعني يعمل اعاده كام مره. انت ممكن تختار 1000، 2000، 10000، 100000، مليون، براحتك، لكن على حسب قوه تليفونك انت هتختار. انا مثلا في النوت 3 ممكن اختار 1000، ممكن اختار 5000، ولكن المشكله مش في كده. المشكله انك هتسيب التليفون يفضل قايد لحد ما يعيد 5000 مره، وده كتير جدا جدا جدا. تمام، دي مشكله كبيره جدا ممكن تواجه ناس كتير بالذات في الهواتف الضعيفه. تمام، فاحنا كده هنركز مع بعض كده ببساطه على طول. مثلا نعمل 10 مثلا قدامكم كده، نعمل 10 ونعمل موافق زي ما انت شايف. بافن، معلومات، تطبيقات، مسح البيانات لوحده، موافق، هيرجع هوم، بعد كده يعمل بافن زي ما انت شايف لحد دلوقتي اهو، انا بلمسش التليفون، نيكست نيكست نيكست، وهيعمل كل حاجة لوحده. تمام، كل حاجة اتعملت لوحدها. نيجي هنا بقى عند بوب ستيت ونعمل ريستارت، بسم الله، زي ما انت شايف جالي زيارتين. تمام يا شباب، فالدنيا تمام، فايه ما حدش يقول ان هي مش شغاله، الدنيا كده تمام. انت هنا ممكن تستخدمها في ايه بقى؟ احنا مثلا نسيبه شغال كده عم لحد ما نتكلم شويه، لحد ما يخلص ال10 اللي انا عملتهم. هنتكلم بقى شويه، احنا هنا هنستخدم الاستراتيجيه دي في ايه؟ هنستخدمها في اكتر من حاجه. اولا انت ممكن تستخدمها زي ما قلت لك في انك تعمل اختصار رابط وتضغط على سكيب اد، يعني تسيبه يعدي 5 ثواني وتضغط على سكيب اد، لكن مش هتنجح مع بعض المواقع، ولكن هتنفع مع بعض المواقع التانيه. تمام كده اول حاجه. طب تاني حاجه، انت هنا ممكن تستخدمها في جلب زوار لموقعك وزوار فريدين زي ما انت شايف، كل زائر هنا باي بي مختلف ومن الولايات المتحده، يعني هتجيب لك فلوس على الاعلانات وهتجيب لك زوار فريدين، يعني هتقلل موقعك. يعني انت لو جبت 1000 زائر يوميا فريد هيخلي موقعك من مليون ل
لحد مثلا ال 700,000 و 500,000 كمان، تمام؟ فالموضوع هيبقى سهل جدا معاك، بالذات الناس اللي 2 مليون 3 مليون دول، حاول تستخدم الاستراتيجيه دي ضروري جدا، وحاول تقعد يعني اللي هو الناس اللي بتجيلك دي اللي هو الاي بي الفريد، الحركه دي حاول تقعده مثلا لمده 30 40 ثانيه في الصفحه بتاعتك، انك تسيب التليفون كده والاستراتيجيه تفضل هنا مسجل، ضغط على العلامه الحمراء وتسيبها شغاله كده لحد ما هيخلص والدنيا تبقى تمام معاك، تمام؟ ده هيقلل ترتيبك بشكل كبير جدا جدا جدا. انا بس كل اللي بتمناه ان الاستراتيجيه دي تشتغل مع الناس كلها، بس والله ده اللي بتمناه، لا بتمنى لايك الفيديو ولا سبسكرايب ولا اي حاجه، انا كل اللي بتمناه الاستراتيجيه دي تنفع ناس كتير بس، تمام؟ انا بس عايز اتكلم في حاجه تانية، هنعمل هنا ريستارت للقناه. زي ما انتم ملاحظين ما عندي 913 مشترك، انا كنت في الفيديو اللي فات اللي هو يوم الخميس كان عندي 840 مشترك، يعني زدت في فترة بسيطة جدا، زدت عدد مشتركين كبير جدا جدا جدا. ده بالنسبة لي طبعا عدد مشتركين كبير، عدد مشتركين مهول، ان زدت 70 مشترك او 60 مشترك ده عدد مشتركين مهول. شكرا لكل واحد ضغط سبسكرايب على القناة بتاعتي بسبب طبعا الفيديو اللي فات اللي هو اتشهر بشكل كبير، الفيديو عليه تقريبا 100 كومنت، انا يعني في كل فيديوهاتي ما بجيبش ال 100 كومنت، او ممكن اكون جبتهم طبعا، ولكن يعني 100 كومنت ده رقم كبير جدا بالنسبه لي، ولكن للاسف كان منه كتير جدا بيقول ان انا سارق الاستراتيجيه، فانا اسف لصاحب الاستراتيجيه الحقيقي اللي هو قناه اعرف اكتر، تمام؟ ويا ريت ما حدش يكون زعل مني بسبب اي رد انا رديت عليه في الفيديو اللي فات، لان فعلا ناس كتير قوي كانت بتحاول تستفزني بشكل كبير جدا، وانا اسف جدا ليكو، تمام؟ فهنعمل هنا مثلا اخر مره كده نعمل ريستارت للصفحه دي عشان نختم الحلقه. زي ما انتم شايفين الفلوس زادت، ولكن هي اللي دي لسه ما زادتش، ولكن الفلوس زادت بشكل كبير، تمام؟ دي بعض التعليقات بس في الموقع، ولكن الفلوس زادت، يعني كانت 6.5 بقت 7، تمام؟ عشان بس ايه ما حدش يقول ان هي غلط ولا حاجه ولا غلط الموقع، كويس ان دي ظهرت قدامكم، كنت حابب اتكلم عنها برضو، بس كويس ان هي ظهرت قدامكم دلوقتي، تمام؟ الفلوس زادت ولكن لسه دي ما اتحركتش، عادي جدا يا شباب بتحصل في اي موقع، ولكن الاستراتيجيه دي قلت لك ممكن تستخدمها في اكتر من حاجه، تمام؟ فاتمنى كده يكون الفيديو ده عجبكم، واتمنى الناس كلها تضغط لايك الفيديو ده وتعمل سبسكرايب للقناه لو الاستراتيجيه دي نفعت معاكم، يعني يعني استنى تنفع معاكم بعد كده اعمل سبسكرايب للقناه عشان ما حدش يقول بس ان هي ما نفعتش وتعمل ديسلايك 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 وكده، تمام؟ فكان معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك، اتمنى الاستراتيجيه دي مره تانية تنفع مع الناس كلها. اسف على اي لخبطه في الفيديو، اسف على اي لخبطه في الكلام، ولكن انا فعلا تعبان جدا النهارده، فيعني اسف جدا على اي حاجه. كان معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك مره تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالصدفة وانا بعمل ريندرنج للفيديو، يعني دلوقتي انا بعمل ريندرنج للفيديو بالصدفة لقيت دي زادت بشكل كبير زي ما انتم شايفين، انا طبعا سايبه شغال لحد دلوقتي، فلقيتها زادت بشكل كبير زي ما انتم شايفين، فيعني ده اثبات بس ان هي شغالة، تمام؟ شوفوا هي واقفة ايه وده بيزيد، تمام؟ عادي شوية هتلاقي دي زادت زي ما انتم شايفين كده، وهتلاقي دي بتزيد معاها عادي خالص، ما تقلقوش يعني من اي حاجة من الحاجات دي، فالدنيا دي كلها تمام، تمام؟ 5 سنت اهو في 5 دقايق، او يعني 5 6 دقايق 5 سنت، تمام؟ ده بس يعني هوقف الريندرنج دلوقتي واضيف الحته دي، بس يعني حبيت اوريكم يعني اثبات ان هو شغال تمام 100%، فيعني ده كان كل حاجه بس حابب اوريها لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.